الحال أن الإسلام حذر المرأة، وأكاد أقول أن المرأة الحديثة حتى الآن في أمريكا وغيرها لم تصل إلى ما أراده القرآن للمرأة. لأن في أمريكا أولا أو في العالم العربي كله المرأة بمجرد ما تتزوج بتفقد اسمها، ويتقال عليها مدام فلان جوزها واسمها مش موجود، ولذلك يقول لك تحتها ان هي اتولدت واسمها كذا. وبعدين المرأة لغاية يمكن 50 ولا 60 سنة ما كانت تتصرف في ملمين لها، سواء قال إليها بالميراث أو حتى الأجرة بتاعت عملها كان مالها داخل في مال الزوج. ايوه يعني حتى هذا الحريات الصحية ما كانتش. وبعدين حتى الآن أجور النساء لا تتعادل مع أجور الرجال، وفي اتفاقية في منظمة العمل الدولية اسمها الأجر الواحد للعمل الواحد، بس مطبق في المجتمع الإسلامي إن المرأة بتاخد أجر زي الرجل بالظبط، لأن ده أثر من آثار العدالة الإسلامية. ولكن الرأسمالية الطاغية بست ما تقول لك المرأة بتاخد أجازات كتير بتشرب بكذا، ما اديهاش أجر زي الرجل. يجي بقى لشيء احنا بنعيشه دلوقتي بنعيشه من فترة، حرية الفكر والاعتقاد. بالظبط، ده هو أقصى سلاح يستخدم، هو سلاح الأحاديث بالضبط في وأد وقتل حرية الفكر والاعتقاد. بالظبط، كما بقى فكل الأحاديث التي أوردها عكرمة اللي هو راوي ابن عباس رفضها الإمام مسلم بما فيه هذا الحديث، ولكن الإمام البخاري خدها قبلها، فكان يجب على الإمام البخاري أن يجد إن في شبهة بدل مسلم وزميله ورفض هذا الحديث، فكان يتردد. ولكن إنك تقول من بدل دينه فاقتلوه، ده سيف مسلط على حرية الفكر. وطبعا التفريد بتاعه إنه ضد الآيات العديدة عن حرية الاعتقاد، ضد واقع الرسول. هنا نجد حاجة يقول عليها السنة والحديث. عندنا حديث ضد السنة، حديث ضد السنة. هنا بقى نفهم ايه الفرق بين طبعا اذا كان قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه، ده حديث. واقع الحال ايه؟ غير عدد كبير من الناس دينهم في عهد الرسول فما استتبعهم لعقوبة ولا طلب منهم استتابة، وإنما قال لا إكراه في الدين. يعني واحد من الأنصار ليه اثنين ولاد اثنين آمن ارتد إلى المسيحية، والرجل يقول للرسول يا رسول الله أدع ولدي يدخلان النار، قال له لا إكراه في الدين. والقرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا القرآن ده واضح تماما.